مئة الأشخاص يتوافدون على ميدان الطرف الأغر وسط العاصمة البريطانية للمشاركة في احتفال بمناسبة وفاة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر في شكل من أشكال الاحتجاج على سياسات تاتشر التي رآها البعض منحازة للأغنياء على حساب الفقراء والعمال. عندما يقول الناس إنها أنقذت البلاد، نعم أنقذتها من أجل من على شاكلتها، فهي لم تنقذ البلاد من أجل من يعيشون في حي هانكلي الفقير أو مناطق الطبقات العاملة، فهؤلاء هم من تحملوا عبء دفع الفواتير. ورغم توقعات منظم الاحتفال بحضور الآلاف من معارضي تاتشر للفاعلية، بيد أن بضع مئات فقط هم من شاركوا في الاحتجاج. أعتقد أنها فعلت ما فعلت من أجل بلدنا، سواء ما قامت به كان صوابا أو خطأ، لقد ساعدت بعض الناس ومن الواضح أنها أضرت بآخرين، لذلك فلندعها ترقد في سلام. معارض تاتشر لم يتوقفوا فقط عند تنظيم احتفال بوفاتها، بل رتبوا أيضا انتقاما موسيقيا بعد أن جعلوا أغنية الساحرة الشريرة ماتت من فيلم الساحر أوز تدخل الترتيب الأسبوعي للأغاني الأكثر مبيعا في بريطانيا. We're gonna make it.